في حاجه من المؤسسات الدوليه برضه شغاله، بس يعني دي حاجه مستمره اصلا، دي حاجه مستمره. الفايده مش هيك صار الفايده الفتره الجايه، يعني المؤسسات الدوليه بتعرض فايده معقوله ولا يعني احنا بنروح بنك بلوم على حسب كل تمويل خاص لوحده، كل تمويل له الخصائص بتاعت اسعار الفايده بتاعته. طب حجم المحفظه 30 مليار بتاعت المشروع الصغير المتوسط. انت ازاي وصلك مستهدف نوصل ل 33 في نهاية 30/6 اللي جاي ده. التجزئة بقى التجزئة 42 تقريبا في الوقت الحالي 12% تقريبا، احنا المفروض نوصل ل 20% خلال الـ4 سنين اللي جايين دول.